ازيك يا شباب؟ معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمنج. مش هنلعب لعبه فورتنايت في التحدي الجديد 50 ضد 50. احنا لعبنا قبل كده شباب المود ده، بس بصراحه انا حبيته كتير فقلت العبه مره تانية. وطبعا شباب احب اعتذر لكم، انا ما نزلتش فيديو بسبب المشكله اللي حصلت لي اللي كتبتها لكم المره اللي فاتت في المونتانا، حصلت لي تاني وبيحصل لي كذا مشكله، بس الحمد لله دلوقتي يا رب بس الفيديو ده يخلص على خير يا شباب. وخلينا دلوقتي في التحدي ده شباب، احنا في نفس الوقت بنلعب في تحدي 50 ضد 50. انتوا عارفين التحدي ده بيبقى نازلين تيمات 50 ضد 50، والفكره منها ان انت في الاخر خالص تيم واحد بس اللي بيفوز. عندنا تيم بالاحمر وتيم بالازرق. فانا باذن الله النهارده في التحدي بتاعنا بقى هحاول اجيب اكتر عدد كلات. خلينا نبدا اخد الشوت جانا ده كمان ونرتب الشنطه بتاعتنا. عايزين نظبط نفسنا ونظبط وضعنا ونحاول ناخد اللوتات يا شباب، لان اللوتات دي اول ما بتنزل لو انت ما لحقتش كل سنه وانت طيب. طبعا سمعت الصوت ده، فاعتقد الشباب اللي هتبدا تنزل، بس انا كنت محتاج شويه شيلدات، بس ما اعتقدش المكان ده في حاجه. خلينا نشوف هنا الوضع عامل ازاي. خلينا نرتب بس الحاجه بتاعتنا، نخلي بس شوت جن، احنا عايزين بس شوت جن واحد. وخلينا نجمع شويه موارد، بصراحه عايز اجمع شويه خشب. هو اللوتات بدات تنزل بس انا مش معايا خشب، عايز اجمع شويه خشب. كويس جمعنا دي واحده تكفينا، ويا رب اللوت ده ما يكونش في حد موجود فيه هناك من التيمات الثانيه. ربنا يستر يا شباب لان وضعي سيء جدا، مش معايا شيلدات. ناخد على البنا ده، المفروض ده واحد من عندنا في التيم هو اللي بنيه صح؟ شكله والله ايوه. هو في واحد راح ياخد اللوت ده ولا ايه؟ اه في لوت تاني هنا يا عم، سيبني بقى سيبهولي. الله يسهل لك، مفيش غير انا والراجل ده. ماشي هحاول اخده شباب. كويس ننزل، حلو قوي قوي قوي. اوعى تبني، اوعى تبني ازعل منك. ايوه يلا 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 افتح انت. اه مستنيين افتح انا، افتح انت يا زعيم. هو عايز نفتح عشان ياخد هو الحاجه. افتح انت. بص والله شقي، والله شقي. افتح يا عم. لا مش فاتح، خلص بقى يا عم. شفت الحركه دي؟ شقي والله. شفت ايديه على طول؟ تحدي اخدت منه السنايبر، اصل ما ينفعش معاهم غير كده. شوف بيبص لي ازاي. العيال اللي بتلعب في الجيم ده ولا في المود ده شباب هتلاقيهم بيعملوا حاجات غريبه. شوف بياخد مني الاوفر والتاني هناك، واحنا عمالين نتعارك على اللوت ده. في لوتين كمان جاي ورايا برده تاني. اه جاي شكله شايف يا شباب. في واحد اسمه سيمون شكله شايف كمان اللوت. يلا تحدي اللوت يا شباب. هو الولا بيجري ورا بيحاول يسبقني. طبعا عندنا لوتين يا رب. الولا اسمه سيمون ده يروح للوت اللي هناك. اه ده بعيد عننا قوي، بس مين ده اللي بلانش بات؟ يخرب بيتك يا سوسه، جبت لانش بات امتى؟ اه جابه من هنا، بس عندنا في واحد تاني يلا. جم منين دول كمان؟ طب ماشي خلينا طيب ناخد شويه الخشب، طالما كده كده احنا مش هنعرف ناخد اللوت ده كمان. هما الاثنين اخدوا ايه يا سوس؟ اخدوا كلهم اللانش بات بتاع الراجل. احسن اخدوا منه هو اللوت. اخدوا منه اللوت بتاعه. بس عايزين احنا الشيلد. لا انت لسه هتشربه. ايوه ناخد احنا الشيلد ده. كويس يبقى احنا كده على الاقل بقى معانا شيلد 25، لسه ناقص 41 واحد في السيرفر. شايف عايزين نموت كده 8 9. عايزين نجيب ارقام كويسه، بس لغايه دلوقتي احنا مش معانا اسلحه. لا 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 ايوه عايزين نظبط بس وضعنا. يعني احنا اول ما لسه بنظبط الوضع يجي لنا ناس عامله كده. ايوه في بيضرب على مين ده كمان؟ في واحد مستخبي ورا الشجره دي. يا حلاوه. طب خلينا احط امن كده شباب، لان المفروض في كميه كبيره جايه من هنا. وشوف واحده هنا احتف لها قنبله في السريعه ارتاح بيه. مش شغاله مود الحب. يا رب بس القنبله تظبط فيها. واحده كمان يا رب تيجي فيها. هو نطت يا سوسه. استنى برضه ساعه بتجيبها من هنا، بس انت ممكن تجيبها بشوت جن صح؟ اه ماشي. وضعنا شباب خطا لان هم كتير، فانا خليني ابدا اتحرك واشوف. في واحد عند الشجره اللي هناك. هو في واحد تاني؟ لا في واحد تاني هناك صح؟ بس ما اعتقدش، اعتقد الولد ده اللي ماشي هناك لوحده. ايوه حاول تسبقه. وكويس اوه حلو، بس كده احنا كده خلصنا على واحد يا شباب، كده احنا عملنا اداء كويس. طبعا دي البدايه. في واحد بيبني تاني فوق. لا 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 استنى، لا في واحد بيحاول يجيبني. لا استنى استنى احاول امن نفسي. ايوه عايز اخلص بس على الولد ده اللي هيموت ولا اللي في التيم معانا. حاول اطلع فوق بسرعه. ايوه الله عليك، بس كده بس. ها بتستهبل؟ بس كده خلصنا. لا لا ايوه اه ايوه دي واحده كمان. شوف 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 بيكسر يا شباب. كويس زين. ايوه حط 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 بتبني بسرعه. كويس بنينا. ايوه دي واحده كمان. محشر حشره. يا رب التيم يجي ينقذني. عايزين ياخدوا السكار كلهم. اوه الحمد لله. ايوه ساعدوني يا تيم. ايوه كويس احلى حاجه اللي التيم اتجمع يا شباب. واخدت السكار والبنت بتحبي دلوقتي، بس انا محشور حشره سيئه.
فكنت لازم اعمل كده يا شباب. الحمد لله اخدنا الحاجه بتاعتنا بس امننا نفسنا والله جبنا حاجات كويسه. دلوقتي عندنا الرشاش هنحتف ده وهنخليني معانا ده ومعانا السنايبر ومعانا كمان ميديك تاني. اوه واحد تاني بس عايز اطلع. خلينا افتح الباب واطلع وربنا يستر. خلينا اشوف يا شباب. اه والله خضنا ده معانا في التيم كويس. في واحد قاعد بيبص في السما نحاول كده نلقطه. الله عليك اسطوري. في واحد تاني. لا 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 ايوه خلي بالك في واحد فوق. في واحد فوق ايوه اديله ده كمان كويس. في المفروض واحد تاني يا شباب بس انا عايز امدك نفسي. لا 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 برضه هنوم في الديسكار خلي بالك. ايوه لا 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 اخ شباب ده من الزباله. عايزين نلحق نروح بسرعه نمدك نفسنا. ارجع مره تانيه كويس همدك نفسي في السريع لان وضعنا خطر جدا. في واحد تاني جاي. يلا يا تيم اتجمعوا عليهم بقى. انا بخلص على ثلاثه والمفروض في اتنين هيموتوا دلوقتي. ربنا يستر. هو ده عايز ايه ده؟ عايز شيلد. انا مش معايا شيلدات يا عم. لو كان معايا شيلد كنت هعطيهولك. خلينا يا شباب نتحرك نشوف في حد هنا. في واحد. اوه لا 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 ربنا يستر. ده هما كتير ما شاء الله. دول عصابه. في واحد تاني فوقيه صح؟ في واحد تاني فوقيه. خش طيب في نفس مكانك اقفل على نفسك. وضعنا خطر جدا يا شباب. مش معانا موارد ومش معانا اي حاجه. هو كويس في واحد طالع من التيم. ايوه هات ده شكلهم صحوه السوس. ايوه هاته كويس هنخلص بس من ورا ده كمان. وقع ولا نفسه يقع؟ هو عايز مساعده يخرب بيتك. انت موجود في حته زباله. لو جيت هساعدك انا هموت وش. في واحد مات هنا. طب كويس خلينا ناخد الموارد دي منه. خدنا منه الموارد يا شباب. خليني ابدا اتحرك احاول انقذ زميلي مات للاسف بس انا ما اقدرش اساعده لان وضعنا خطر جدا. كده جمعنا شويه موارد ممتازه وعندنا كمان شيلد حلو قوي قوي قوي. ناخد الشيلد ده كويس. خدنا الشيلد وعايزين نحط زي فخ هنا. كويس. وفي واحد هنا. اطلع 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 بسرعه. اللي انتوا بانيينه ده يا ظلمه. اطلع 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 اطلع. ايوه تعال هوقع لك العشه بتاعتك. تعال يا سوسه تعال 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 نط خليك تنط. اوه شفت الجبن ازاي؟ البت دي مالها؟ استنى استنى حاول تطلع لها. ايوه مش هيجي غير معاكي. راحت فين؟ كل ساوند. طيب التيم بتاعنا شباب ظبطها بس عايزين نشوف مين تاني بيضرب بسنايبر. وانا حاسس ان بلف حوالين نفسي. تمام هو شفت واحد. شفت واحد هنا. شفت واحد خليني اقرب له بس شويه. هو ده في كذا واحد يا شباب. ايوه نخلص من ده كويس. خلصنا على واحد. خلينا بس نرجع ورا شويه صغيرين ونأمن وضعنا. ايوه نقفل هنا كويس. قفلنا على نفسنا. هم كلهم رايحين ناحيه اللوت صح؟ بيحاولوا يساعدوا زميلهم وفي لوت هناك. خلينا افتح لي فتحه. ايوه بس كده خلص عليه كويس. ولا كده خلص. اوه في واحد بيحاول يجيبني بالسم يا سوسه. لا انسى. ايوه معاه شيلد كمان مظبط حاله. خليني اروح بسرعه كده اروح اجيب اللوت بس هيجيبهم هو. اخذ اللوت يا خساره اخذ اللوت. ايوه طب خليني اروح انا كده. طالما هو قاعد بيأمن نفسه اللي هو مستخبي كويس. تعال تعال. اوه كويس خلصنا من دي كمان حلو. الله علينا اساطير. ناخد الشيلد ده بسرعه ونقعد نقفل. انا عارف ان في واحد جوه بس عايز اخد بصراحه الشيلد كويس. كده احنا خلصنا على خمسه. ناخد ده الشيلد ده كمان ممتاز. اخدنا الشيلدين نفتح كده في السريع ونطلع يا شباب. ايوه ده اللي عرفنا. خلصنا عليه بس كان معاه حاجات معفنه. نبدا ناخد شباب شويه الحاجات دي. هو عندنا ده مهم يا سوسه انت كنت شايله معاك. طب مش تقول اهو بس والله عمل اداء كويس الولا بس كان مكمبر. كان نفسي يطلع لي فيس تو فيس. اهو عندنا شيلد كمان هنا كبير. خلينا ناخد الشيلد ده كمان. ناخد الشيلد ده كمان يا شباب كويس. انت كده كده عندك شيلدات صغيره عايز تاخديها خديها. خليت شيلدات صغيره كويس. عايزين بقى كلنا نكركر. ايوه الحمد لله كركرنا. وبعد كده عايزين مفيش غير شيلد واحد بس. ماشي انا كنت عايز اخد بس دول كويس. نبدا يا شباب نحط هنا الحاجه بتاعتنا. مش عارف الحاجه تم مخفيه تحت الارض. حاجه غريبه. ممكن يكون يا شباب اللعبه فيها مشكله. نحط واحد هنا تراب وبعد كده عايزين نظبط بس نمدك نفسنا. حلو نمدك نفسنا نوصل الدم بتاعنا 100%. اوه شفت واحد تاني يا سوسه. اطلع من ورايا يلا. عيب عليك يلا. مفيش احترام خالص. شوف شوف الشقة تعال. ده انت تستقبل ولا ايه؟ يلا يا تيم خش علينا. وصل له المبنى بتاعه. شوف السوسه يا ابني عيب عليك يلا. معانا سكار يلا عيب عليك ها.
عايز تقدر في التيم بتاعي، بس الحمد لله شباب جبناه خلع. خاف مننا، ناخد ده كمان. وبعد كده احنا رمينا الشوت جن صح؟ ماشي، ناخد الشوت جن بتاعنا ونجمع بقيه الموارد شباب. ولغايه دلوقتي ماشيين 10 على 10، احنا مخلصين على 6 بس لسه ناقص. اوه اضرب من فوق ده، اه فكرته معانا في التيم، قصدي ده معانا في التيم. فكرته ضدنا، مفيش حد موجود هنا صح؟ لا ما اعتقدش شباب، مفيش حد موجود هنا. والدنيا بقت هص هص، مفيش غير اخر 8 بصراحه مش سامع لهم صوت. خلينا نشوف كده في السريع، احنا معانا مش معانا شباب غير الهيلز، ومعانا تاني الفخوخ. احنا كده كده مش محتاجينه، انا كنت فكرت ان احنا معانا لانش باد. شوف رامين اللوت ازاي دلوقتي. رامين ومش محتاجينه، وهو بقيت الناس موجوده هنا. نخلص من البت دي بس، لسه ناقص لنا 6. كلهم موجودين على فكره هناك، مش عارف ليه هم خايفين. شوف بنين ازاي التيم بتاعنا كله خايف. خليني باذن الله انا اخش لهم، مفيش غير واحد بس اللي موجود هناك. خليني اروح معاهم. ايه جمدوا قلبكم ما تخافوش من حاجه. ايوه في واحد باني هنا، يا رب بس ما حد ما وقعني. نقعد نبني هنا كده في السريع. اوه شباب. طلعنا الاول بصراحه، احنا لعبنا جيم كويس، فانا هلعب جيم تاني دلوقتي. احنا جبنا سام، موتنا 6، طب كويس كده. نلعب جيم تاني شباب، نحاول نموت فيه 8 او 7. حاولت العب جيم تاني شباب بس للاسف زي ما انتم شايفين بيقول لي السيرفر او اللعبه هتقفل كمان 10 دقايق، وبحاول ادوس بلاي هنا ما ينفعش العب، فللاسف مش هنعرف نلعب مود تاني. حاولت اجيب السولو، هجيب البارت، اجيب اي حاجه، للاسف مش هقدر العب لان المفروض هيحصل زي تحديث. فطبعا شباب انا هقف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنساش احلى لايك وريت تشترك معانا في القناه لسه جديد معانا، واشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام.